خبراء التقنية. يسرها أن تقدم لكم هذا الإنتاج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا وأستكمل معكم اليوم سلسلة شروحات ويندوز 10، ووصلنا إلى الشرح الثاني، وسأشرح اليوم طريقة إنشاء حساب مايكروسوفت بطريقة سهلة ومبسطة وبدون الحاجة لاستخدام صورة التحقق. من المعروف أني إذا قمت بإنشاء حساب مايكروسوفت، يعني مثل هوت ميل أو أوتلوك، عبر المتصفح يطلب مني إدخال الكود الذي على صورة التحقق، فأحيانا أستعين بمبصر، وأحيانا أستعين بأداة الويفيجيم، وأحيانا أستعين بالمساعد الصوتي، ولكن في بعض الأوقات لا يكون معي مبصر، أو تكون أداة الويفيجيم معطلة، أو أجد صعوبة في استخدام المساعد الصوتي لأنه يطلب مني إدخال كلمات وليس أرقام في حساب المايكروسوفت، فأجد أحيانا صعوبة في إدخال هذه الكلمات. فهذا الشرح سيكون في طريقة إنشاء حساب مايكروسوفت بدون الحاجة لاستخدام صورة التحقق ولا المساعد الصوتي. أبدأ بالشرح. أدخل على السيتينجز أو الإعدادات، يعني أضغط ويندوز I. الآن أتحرك بالتاب. أذهب إلى Accounts. أضغط على Accounts. Settings window. Search bar. أتحرك تاب. List. Your info 1 of 6. أنزل بالسهم الأسفل. Email and app accounts not selected 2 of 6. Num log off. هذا هو الاختيار. Email. Email. And. And. App. App. Accounts. Accounts. Bottom. هذا أضغط عليه أو أحدد عليه بالمسافة. Space. Selected. أتحرك تاب. Add an account button. أضغط على Add account. Add an account. Mail and calendar accounts window. Choose an account list. هنا يعطيني اختيار أحد العناصر. Outlook.com, Outlook.com, Live.com, Hotmail, Mission 1 of 7. هذا هو العنصر الأول، حساب Outlook أو Live أو Hotmail. أيضا يعني يتيح لي اختيار حسابات أخرى مثل هذه الخيارات. Exchange, Exchange, Office 365, 2. وأيضا Google 3 of 7. Google. Yahoo. Yahoo. iCloud 5 of 7. Other account pop. Other يعني حسابات أخرى. أنا سأختار الخيار الأول. Outlook.com, Outlook.com, Live.com, Hotmail, Mission 1 of 7. أضغط على Enter هذا. Mail and Calendar Accounts Window. Pane. Microsoft Account Window. Get more when you sign. الآن أتحرك تاب. Password Edit Protected Password. تاب. Forgot my password link. Create one. تاب. Link. أضغط على Create. Microsoft Account. إنشاء. Micro Username. الآن أضغط هروب. أنزل بالسهم الأسفل. Black. Link. Get a new email address. أضغط على هذا العنصر. Get. Get. A. New. Email. Email. Address. Address يعني الحصول على حساب أو عنوان حساب جديد يعني. أضغط عليه. Username. Edit enter the email address in the format someone@example.com. هنا أكتب عنوان البريد الإلكتروني الذي أريد. بس قبل هذا هو يعطيني افتراضيا حساب، يعني نوع الحساب هو الاوتلوك. انزل بالسهم الاسفل. Black at outlook.com. هذا هو الحساب الافتراضي الذي يعطيني. مثلا انا اريد الهوت ميل وليس الاوتلوك. Black. اعود الى مربع كتابة العنوان. Edit new email. اكتب عنوان البريد الالكتروني. A L I A L A L W I Num lock on. ثمانية تسعة ثمانية تسعة. الآن أكتب
@hotmail.com. 8900 و H O T M A I L hotmail.com. الآن سنلاحظ أنه قد تغير من الأوتلوك إلى الهوتميل. أضغط سكيب أو هروب، أنزل بالسهم الأسفل. كما تلاحظون تغير إلى الهوتميل. هنا أكتب الباسورد، ولا يشترط أن أكتب حروف كبيرة، وأقل شيء يعني 8 خانات ما بين حروف وأرقام. أضغط هروب، أنزل بالسهم الأسفل. Blank. Combo box collapse no man. هنا يتيح لي اختيار المنطقة عمان. Start if you already use a mic button back. الآن أضغط على next. Blank. Button next. Username. هو لم يقبل هذا العنوان، أختار عنوان آخر. Line feed. 9 8 9 8 1 9 8 0 A L I A L A L W I 1 9 8 0 Line feed. أنزل بالسهم. Blank. @hotmail.com. Link user email inst. Blank. Edit protected. أنزل. Blank. Combo box collapsed. Start if you will. Button back. Blank. Button next. Next. الآن تمام، هو تم قبول هذا العنوان. أضغط Control Home. Banner landmark as security info. أنزل بالسهم الأسفل. Your sick password. Won't use it. Combo box collapsed. Omen +968. هنا يطلب مني إدخال رقم الهاتف. Won't. Combo box blank. Edit phone number. سأدخل رقم الهاتف. 9 5 8 5 3 5 4 8. أضغط Escape. أنزل بالسهم الأسفل. Link add an alternate email instead. هنا يطلب مني يعني إدخال الإيميل البديل، هذا إذا أردت. هو يعني حتى لو لم أقم بإدخال الإيميل البديل راح يستكمل إنشاء الحساب. أسأل أنا راح أقوم بإدخال الإيميل البديل. A L I 0 A L L W I 2 0 1 3 I 0 allow we to H O M A I L hotmail.com. I'll zero allow we 2013@hotmail.com. I'll skip. Blank. أنزل بالسهم الأسفل. Link add a phone number instead. هذا أيضا إذا أردت أضيف رقم هاتف. Button back. Blank. Button next. أضغط على next. أتحرك. أضغط Control Home. Banner landmark. See what's most relevant to you. Checkbox checked. هذا هو يعني أنا أضغط على X، هذا إذا أردت تتلقى يعني رسائل من شركة مايكروسوفت بخصوص العروض الترويجية. Black. Send me promotional offers from Microsoft. You can unsubscribe at any time. أنت تستطيع تحدد أو تلغي التحديد عن هذا العنصر. أنزل بالسهم الأسفل. Clicking next button back. Black. Button next. أضغط next. الآن أضغط Control Home. Banner landmark, help us verify your identity. أنزل بالسهم. Later, if you need to prove you are a chain, your security info to contact you. We'll text you the code you'll use to verify your phone number. هو الآن يطلب مني إدخال الهاتف حتى يرسل لي كود لتفعيل الحساب. Country code combo box collapsed United States +1. على combo box أختار الدولة. Country code combo box. أضغط O. O. Oman +900. Oman. أضغط skip. أنزل بالسهم. Phone not edited. هنا أدخل الهاتف. 9 5 8 5 3 5 4 8. أضغط skip. أنزل بالسهم. Blank. Link send code. وأضغط على send code. وأنتظر حتى تأتيني الرسالة. ها هي الرسالة. وصلت. Banner landmark. الآن. Enter the X. سأقوم بإدخال الكود. Speech on. Work Thursday. June 20. Messages now. Novel RTC. Microsoft access code. Characters. Words. Messages now. Novel RTC. Microsoft access code. 9500. 9500 characters. 9 5.
تسعة خمسة خمسة سبعة. تمام، أنا الآن قمت بإدخال الكود، أضغط Escape Black button back Black button next وأضغط على Next. Get more when you sign in document Black. Get more when you sign in document Black. Add an account Mail and calendar accounts window. في هذه النافذة Done button. قارئ الشاشة لا يقوم بقراءة المحتوى، سأضغط Insert B خفيفة، يعني NVDA B خفيفة حتى يقرأ لي المحتوى. Add an account System menu bar Alt plus space System Close add an account button Mail and calendar accounts window All done Your account was set up successfully Alialalwi1988@hotmail.com. تمام، تم إنشاء الحساب بنجاح. Settings. الآن أجرب، سأدخل على سأقوم بإدخال هذا البريد أو الإيميل الجديد على الآيفون. 3:39 PM. سأدخل على Settings. ثم ميل. Mail. Selected. Mail. Settings. Mail. Accounts. ثم account. Selected. Accounts. Mail. Back button. Fetch your date. Account. ثم add account. Selected. Account. Accounts. وأختار هنا من العناصر. Account. Microsoft Exchange account. Microsoft Exchange. Selected. Exchange. Cancel. Button. 25 SJV 9 Email. Cancel. Exchange. Next. هنا. Email. Email. أقوم بإدخال. Text field. أقوم بإدخال إيميل. تمام، الآن أضغط Next. Description. Email. Next. Button. Next. Dim. Verifying. Password. Required. الآن Secure text field. أدخل الباسورد. Password. Secure text field. A. L. Delete. M. K. L. Delete. M. K. J. H. A. More numbers. تمام. Email. وأضغط Email. على Next. 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 Did. Verifying. Exchange. Heading. Alialalwi1980@hotmail.com. Cancel. Button. تمام. Alialalwi1980. Save. Button. والآن أضغط على Save. Save. Did. Accounts. Mail. الآن قمت بإدخال الإيميل بنجاح وأستطيع استخدامه بشكل طبيعي. وبهذا أكون قد أكملت شرح اليوم. انتظروني في شروحات قادمة. مع التحية.